السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شلونكم وشلون أحوالكم وشلون بقاركم؟ إن شاء الله راكم بخير وصحة وعافية، واليوم راح نتحجج في وراح تربح ضومين مجاني بدون دفع ولا ملي. مرحبا بكم سيدتي وسادتي في حلقة جديدة على مدونة المحترف، وموضوع حلقة اليوم كيف تربح ضومين مجاني. نعم، على مدونة المحترف ضمن اسمك ضومين سريع التفعيل، يعني في كما نقول بالدارجة في البلاصة، أي في بسرعة يمكنك أن تستخدم، يعني فورا تسجل ضمين تشرع في استخدامه. إذن طبعا الضمين والشركة هي point.ml، يعني يمكنك الحصول على ضمين .ml. سارع بأخذ ضمينك الخاص، هناك العديد من الضمينات المتاحة. فبكل بساطة أول شيء عند الدخول إلى الرابط www.point.ml تقوم بكتابة الضمين الذي تريد أن تسجله. طبعا أنا سبق لي وسجلت ضمين، وسأحاول أن أسجل ضمين جديد. على سبيل المثال سأختار T3 Pro ثم Go. بعد ذلك ستظهر نافذة من خلالها سأختار، إما في حالة إذا كانت عندي استضافة سأختار Use DNS، في حالة إذا لم تكن عندي استضافة فيمكن يعني أختار فقط Forward this domain. مثلا أنه كلما دخل الشخص إلى domain مثلا على سبيل المثال tshipro.ml سيتم توجيهه إلى domain المدونة مباشرة. ثم أختار عدد السنوات، عدد الشهور، إذا 12 شهر. ثم بعد ذلك سأختار OHNPJUMI. ثم بعد ذلك سأذهب إلى اختيار، عفواً ليس check out وإنما or register your name as a free domain. انقر على register a free domain now. أتمنى أن أكون لم أخطئ في كود الكابتشا. إذا جيد، الآن بعد النقر سنتوجه إلى هذه النافذة. هنا يجب عليك إدخال الإيميل، إذا سأدخل إيميل آخر لأنني تسجلت بإيميل الرسمي بالنسبة لراغب.ml. إذا سأنقر على next، ثم بعد ذلك سأكتب الإيميل أدرس، سأكتب اسمي، إذا أنا اسمي أمير راغب، مشرفين الله يبارك فيك. سأكتب باسورد، إذا الباسورد على سبيل المثال سأختار باسورد نوعا ما يكون قوي. جيد، إذا بعد ذلك سأنقر على register وسيتم إرسال إيميل تفعيل الضمين. أعتقد أن الضمين يصبح، إذا طبعا يجب علي الآن أن أذهب إلى الحساب وأفعل الحساب. كما تلاحظ يمكن أن الضمين لن يشتغل الآن إلا بعد تفعيل الحساب. إذا سأدخل الآن إلى إيميلي. الرسالة قد تظهر في السبام، حاول أن تبحث في السبام إذا لم تجدها. إذا بالنسبة للأبديت فهي ظهرت. Please confirm your free registration. سأنقر على الرابط، بعد ذلك سيتم توجيهي إلى your code, your confirmation code. إذا confirmation code عفوا، سأقوم بنسخ هذا الكود ثم إدخاله. تجد الكود confirmation في الرسالة، ستجده في الرسالة، فابحث عنه ستجده. سأحاول تسجيل دخول. جيد، أنا الآن في الضمين، الضمين هو مفعل. إذا سأذهب فقط ضمين بانل، سأجد أن الضمين هو مفعل. الآن سأحاول الدخول على الضمين. أعتقد أن لا مشكلة في الضمين الآن، فقط يجب علي أن أقوم بإعادة تشغيل الحاسوب. أما الضمين هو يعمل لأنه activate authorized. أوكي، لا مشكلة، سنحاول. على العموم فالضمين يأخذ وقت، إذا على سبيل يجب علي أن أعيد تشغيل الحاسوب. على العموم سأريكم ضمين قد قمت بتسجيله، راغب.ml. كما تلاحظ معي راغب.ml فيحيلني إلى الضمين الجديد. فيجب عليك فقط إذا صادفت نفس المشكلة التي صادفتها وهي عدم ظهور النطاق، ففقط انتظر قليلا أو قم بإعادة تشغيل الحاسوب، لأن الأمر هو فقط له علاقة بالـ DNS. فقط خذ وقت ويمكن أنه سيظهر. سأحاول أن أظهره من خلال بروكسي، لأنني أحببت أن أريكم.
كما تلاحظ معي، فعندما استخدم بروكسي استطيع الدخول. اذا كما تشاهد معي، فاكتب الدومين راغب.ml وانقر على جو فيظهر لي الموقع. فقط العمليه هي خاصه بالدي ان اس، يجب عليك ان تنتظر قليلا قبل ان يظهر الدومين بدون مشاكل. كما تلاحظ فهو يظهر هنا ولا يظهر، يظهر في الولايات المتحده الامريكيه ولا يظهر في المغرب. اذا كنت سعيد جدا ان اكون معكم في هذه الحلقه، اتمنى من جميع اصحاب المدونات والمواقع ان يستفيدوا. وللاشاره، فالدومين هو مجاني لمده سنه واحده، بعد ذلك اما غير الدومين او قم بعمل يعني دفع مقابل مادي. اعتقد ان انذاك سيكون عندك مال من اجل دفع مستحقات الدومين. اذا ما عجبتك حلقه اليوم، لا تنسى ان تطرق على لايك، لا تنسى ان تضع تعليقك كذلك فيما يخص هذه الحلقه. ويمكنك دائما اذا كانت هذه اول متابعه لك لحلقات رغيب امين، نعم، واذا كنت كذلك من معجبين بالمجانيات، هناك دائما جديد الحلقات فيما يخص المجانيات، يمكنك الالتحاق بنا على او النقر على زر سبسكرايب اسفل الفيديو. غير ذلك والانضمام طبعا الى ازيد من 240 الف مشترك لقناه المحترف على اليوتيوب. يمكنك كذلك متابعتنا على اضخم صفحه تضم مهوسي الحاسوب، نصف مليون مهووس عربي بالتكنولوجيا والحاسوب، ستجدهم فقط على صفحه المحترف في facebook.com/shishri.professional. يمكنك كذلك زيارتنا على موقعنا الرسمي باخبار، بمقالات متجدده، مقالات كتابيه طبعا، المقالات الكتابيه هي اكثر من الحلقات، فيجب عليك دائما زياره مدونه المحترف يوميا للاطلاع على اخر الاخبار والجديد الشروحات فقط على www.tishriprofessional.com، او اكتب فقط على جوجل المحترف، مدونه المحترف، ويمكنك الوصول الينا بسهوله بالغه. اضرب لكم موعد في الحلقه المقبله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.